السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مرتي هاك تبكي مسؤول كمال كتمها بسورة الناجيات من بابا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والناجيات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الرادفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الآخرة أإذا كنا عظاما ناهرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يشاء أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما شاء وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثار الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى ما من خاف مقام ربه ونأى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يشاء فأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.